مستمرة حتى هذه اللحظات. نذكر بالأهداف الأربعة، ميسي في الشوط الأول في الدقيقة 33، عمل فردي ومهارة عالية جدا يفتتح حصة التهديف. عانى برشلونة في الشوط الأول، لم يجد اللمسات التي اعتدناها حتى في الشوط الثاني. جاء الهدف الثاني لفائدة لويس سواريز بعمل فردي عفوا، تمكن من إحراز الهدف الثاني في 55. ثم بعد ذلك باردرا هنا برأسية في الدقيقة 75 بكرة تمريرة من تشافي، وفي نهاية المطاف لويس سواريز يحرز ثنائية له في هذه المباراة، توغل بيدرو وتمريرة على طبق من ذهب والهدف الرابع.